إن الحمد لله وإن الشهادة لله وإن الصلاة والسلام على حبيب الله نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. بداية نعزي أنفسنا جميعا على وفاة أخانا ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اليوم هو أسعد أيامه بلقاء الله تعالى وأن يبدله بيتا خيرا من بيته وأولادا خيرا من أولاده. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. كما أسألك أن تيمن كتابه وأن تيسر حسابه. الكل يعلم بأن هذه هي النهاية، فمهما طال بك الأجل فلا بد من الموت، فهو حكم الله في عباده وقضاء الله تعالى في عباده. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كل من عليها فان. واعلم تمام العلم إذا كنت قد جئت الآن تجلس تؤدي واجب العزاء، اعلم بأنه سوف يجلس لك مثل ذلك، حينقعد لك نفس القعدة دي وحيقال نفس الكلام اللي بينقال. إذن فلا بد من لقاء الله، فكن محبا للقاء الله بعملك، كن محبا للقاء الله بأفعالك، كن محبا للقاء الله تعالى بحسن أخلاقك وصلتك الطيبة بالله تعالى. كل ناعم فسينعى، كل ناعم فسينعى، وكل باك فسيبكى، وكل مذكور سينسى، ولا غير الله يبقى من علا. فالله أعلى، من علا فالله أعلى. في بداية الدعوة الإسلامية يا أخي المسلم، وهي التي علمتنا كيف كان يصنع صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعمل، وكيف كان يجلس، وكيف كان يعامل الناس. من أجل ذلك هذه هي السنة، لأن السنة جاءت مكملة وموضحة لما أبهمه كتاب الله تعالى. في بداية الدعوة الإسلامية كان رجلا يمتلك جملا، ولكن صاحب الجمل عرني سمعك جيدا علي انا وانت استفيد. كان صاحب الجمل شغوف بالنساء، وكان هناك بئر مليء بالماء، كانت النساء كلما ذهبت الى البئر لكي يملأن الماء فك هو عقال الجمل ومشى خلفه لكي يشاهد عورات النساء. عمل
عمل سيء، عمل قبيح، عمل يسجل عليه في صحيفة أعماله، لأن ما من عمل يفعله العبد إلا ويسجل عليه في صحيفة أعماله. حتى كلمة صفير للحيوان، كلمة صفير للحيوان اختلفت فيها الملائكة أيكتبوها حسنة أم يكتبوها سيئة، لأنها ليست مكونة من أحرف هجائية. اكتبوها صفير للحيوان، ملك الحسنات عايز يكتبها حسنة وكذلك ملك السيئات. فأرسل الله عز وجل بينهم ملك لكي يحكم بينهما، قال لهم اكتبوها صفير وعلى الله التفسير، اكتبوها زي ما اتلطب، اكتبوها زي ما قالت من لسان هذا العبد، اكتبوها صفير وعلى الله التفسير. مشى خلف الجمل لكي يشاهد عورات النساء، ولكن عندما هداه الله عز وجل للإسلام ذهب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي يجلس الصحابة، فلما شاهدوه الصحابة ابتسموا، فعلم صلى الله عليه وسلم مدى هذه الابتسامة، لأن لكل إنسان ماضي مهما تقدم به السن فلا بد أن يلحق به الماضي دائما. ابتسمت الصحابة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، أتمنى من كل إنسان أن يسأل نفسه هذا السؤال، استمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا صاحب الجمل كيف حال جملك يا صاحب الجمل، ازاي حال جملك، جملك عامل ايه، انت لسه بتفك له العقال زي زمان؟ لسه بتفك عقال الجمل، انت لسه كذاب، انت لسه غشاش، انت لسه منافق، انت لسه بتاكل اموال الناس بالباطل، انت لسه بتاكل اموال اخواتك البنات ايضا في الميراث، كيف حال جملك يا صاحب الجمل؟ استمع ماذا قال صاحب الجمل، قال لمعلم البشرية كلها، قال له جملي، جملي عقله الإسلام يا رسول الله، جملي عقل الإسلام، فهل أنا وأنت عقلنا الإسلام؟ هل أنا وأنت أدبنا الإسلام؟ هل أنا وأنت هذبنا الإسلام؟ إحنا كلنا بندعو اليوم نقول للمسجد الأقصى لكي يخلصه الله عز وجل من أيدي اليهود، ولكن لماذا لا يستجيب الله عز وجل لنا؟ صلاح الدين الأيوبي جلس يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندما يصلي الفجر ولا يجد أحد في المساجد كان يقول لم يأتي أوان تخليص المسجد الأقصى، لسه ما جاش أوان، لسه ما جاش أوان، ليه؟ لا
رسول الله. أصبحنا لا نعرف عن كتاب الله إلا رسمه، ولا عن الدين الإسلامي إلا اسمه. فلما كسر أعداد الناس في المساجد في صلاة الفجر قال صلاح الدين الأيوبي: آن الأوان. إذن عندما نتمسك بمنهج الله ونتمسك بسنة النبي يؤون الأوان ويستجيب الله عز وجل لنا. سيدنا عمر بن الخطاب أيضا عندما خلص المسجد الأقصى وطلب سيدنا بلال أن يؤذن في المسجد الأقصى في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا بلال قال ايه؟ ماذا قال سيدنا بلال لأمير المؤمنين الذي خلص المسجد الأقصى؟ أسأل الله عز وجل أن يخلصه من أيدي اليهود وأن يستجيب الله عز وجل لنا دعوة واحدة خالصة لوجه الله تعالى. قال لسيدنا بلال: يا بلال قم وأذن. يا بلال قال سيدنا بلال: أقسمت ألا أؤذن إلا لرسول الله. أنا أقسمت ألا أؤذن إلا لسيدنا النبي بس. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: يا بلال يا بلال قم فأذن فإن ذلك يسعد رسول الله. أنا وأنت لما المسجد الأقصى يتخلص من أيدي اليهود ويبقى ملك للمسلمين أنت هتبقى سعيد وأنا هبقى سعيد، هتحس بمكانتك. إنما أنا وأنت حاسين بهزيمة في مثل هذه الأيام، لا يستطيع أحد أن يتكلم بكلمة واحدة. لماذا؟ أضعفاء الإيمان نحن. قم يا بلال وأذن فإن ذلك يسعد رسول الله. فقام سيدنا بلال وأذن في المسجد الأقصى، ولما وصل أشهد أن محمدا رسول الله قامت النساء جميعا ووقفت الجيوش جميعا وأحسوا بأن نبيكم قد بعث من جديد، لأن سيدنا بلال كان لا يؤذن إلا في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا كلها؟ لماذا يحدث لنا ذلك؟ سيدنا النبي قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. كنا ومن قلة نحن يا رسول الله، احنا هنبقى قلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنكم يومئذ كثير. هم لا يتصدق. قال: ولكنكم غساء كغساء السيل. غساء كغساء السيل، تشوف الناس كده يعجبك شكلها، ولكن عندما تتعامل مع الناس تجد وجوها غير ذات. ولكنكم غساء كغساء السيل. استمع: ولينزعن الله مهابتكم من قلوب عدوكم، ولينزعن الله مهابتكم من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ ايه الوهن ده؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الدنيا الدنيا من الدنو، من يوم ان خلقها الله عز وجل لم ينظر اليها، ولكن ينظر الى الذي على ظهر هذه الحياة الدنيا. لما دفن سيدنا هارون
وقف سيدنا موسى يبكي. وسيدنا موسى كان كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. وقف سيدنا موسى يبكي، فأوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى: ما يبكيك يا موسى؟ تبكي ليه؟ قال له: أخي، ظلمة القبر، عذاب القبر، لقاء ده. الواحد فينا لو عمل في واحد عمل مش كويس بيستحق ان هو يقابل هذا الانسان، فما بالك بالله تعالى. تعصي، تعمل كل المعاصي، وتقابل الله بعد ذلك: بالله عليك ماذا انت قائل؟ فلما قال سيدنا موسى لله، قال الله عز وجل لموسى: يا موسى، انا ارحم بعبادي على ظهر الارض، فكيف يكون ذلك في باطن الارض؟ يا موسى، انا لن انظر الى معاصيهم. امال ايه؟ ولكني انظر لقلة حيلك. انا وانت قليل الحيلة وجلالات الحيلة مع الله تعالى، قليل الحيلة انت هتاخد منه ايه؟ انا لا انظر الى كثرة معاصيهم، ولكني انظر الى قلة حيلتهم. فيا اخي المسلم، تذكر هذا اليوم، والناس يجلسون لك وقد يتحدث غير في مثل هذا الموقف ايضا لك، فبالله عليك ماذا انت قائل يوم ان تسأل: ماذا عملت بكتاب الله؟ وماذا عملت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتقول ايه لما تنسأل كده؟ ماذا عملت بكتاب الله؟ وماذا عملت بسنة النبي؟ ماذا انت قائل في هذا اليوم؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، انها كلمة هو قائل. وفي نهاية كلمتي اذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: تركت فيكم واعظين صامتا وناطقا. فاما الصامت هو الموت، وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. واما الناطق هو كتاب الله تعالى، كتاب الله اللي الناس حطاه في السيارات وبس، اللي الناس حطاه في اماكن كده ما ينفتحش ابدا. لم ينزل كلام الله من اجل ذلك، ولكن كلام الله نزل لكي يحفظ في صدور الناس. يا اخي المسلم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.